في كثير تساؤلات عن الشخصية القوية وعن صفات الأشخاص اللي بيمتلكوا هاي الشخصية وبهذا الفيديو راح أحكي لكم عن خمس صفات بتميزوا فيها أصحاب الشخصية القوية فبدي منكم إنكم تسمعوهم بشكل جيد وتكتبوا لي تحت بالتعليقات إذا كنتوا بتمتلكوا بعض من هاي الصفات أو بتمتلكوا جميع الصفات اللي بتميزوا فيها أصحاب الشخصية القوية بس قبل ما نبلش بحب أعرفكم على حالي انا اسمي خليل يوسف وبحب ارحب بالمشتركين الجدد بتمنى من الاشخاص اللي بتابعوا لاول مره فيديوهات لي انكم تشتركوا بالقناه وتعطوني كمان لايك للفيديو وحاليا خلينا نبلش طبعا صفات الشخصيه القويه صفات كثيره لكن انا راح اذكر بعضها بهذا الفيديو والبعض الاخر في الجزء الثاني للشخصيه القويه واول صفه بتميزوا فيها اصحاب الشخصيه القويه انهم عنيدين ومقنعين وبنفس الوقت مش متعجرفين يعني صاحب الشخصية القوية بكون عارف حاله بشكل جيد وما بتأثر بالآخرين بسهولة وبحب يدخل بنقاشات مهمة ومواضيع مهمة بحاول يقنع الآخرين في الإشي الصح بناء على معلومات وحجج وبراهين ودراسات بناء على هذا الحكي بكون عنده قدرة هائلة وكبيرة على الإقناع وطبعا ما بشعر بخيبة الأمل إذا في شخص معين ما اقتنع بالحكي اللي حكاه أو بوجهة نظره بالعكس بيحترم رأيه وبيحترم التفكير المختلف اما ثاني صفه بتميز فيها صاحب الشخصيه القويه انه بيستخدم العقل اكثر من العاطفه يعني ما بخلي مشاعره وعواطفه تتحكم باتخاذ القرار عنده بالعكس بكون منطقي وبيستخدم عقله خليني اضرب لكم مثال بسيط شخص عنده قاعده معينه بحياته ماشي عليها انه ما يعطي مفتاح سيارته لاي شخص لكن بيوم من الايام اجاه صديقه المقرب وطلب منه السياره فهون استخدم عواطفه وعطاه إياها. للأسف هون تخلى عن وسيلة النقل الوحيد الموجودة عنده ممكن صاحبه يكون متهور في القيادة ويتسبب له بحادث سير أو مخالفة سرعة وقيس على هذا المثال أشياء كثيرة فصاحب الشخصية القوية بيتخذ قرار بناء على المنطق وعقله مش بناء على مشاعره وعواطفه أما ثالث صفة بتميز فيها صاحب الشخصية القوية إنه متمسك بأخلاقه ومعتقداته يعني صاحب الشخصية القوية بكون متمسك بالإشي الصح والمعتقدات والأخلاق الحميدة اللي تربى عليها ومستحيل أي شخص يقدر يقنعه أنه يعمل إشي غلط يعني فرضا شوف لك هالبنت روح زبطها واطلع معها بالليل أو كمثال ثاني أنه شوف هذا المنتج حاول أنك تكذب على الزباين عشان تزداد مبيعاتك وبالتالي يزداد فلوسك طبعا صاحب الشخصية القوية برفض رفض كامل أنه يعمل إشي غير أخلاقي ومنافي لل اخلاق اللي عنده والمبادئ الصحيحه اللي تربى عليها اما رابع صفه بتميز فيها صاحب الشخصيه القويه انه ما بيهتم كثير بارضاء الاخرين يعني هو شخص محترم وبتعامل مع الجميع باحترام وبيؤدي عمله على اكمل وجه لكن في بعض الاشخاص كمثال يعني بتحاول انه ترضى الاخرين على حساب وقتها ومالها يعني فرضا موظف في شركة معينة بيضطر انه يعمل لساعات طويلة عشان يكسب رضا مديره او عشان يسمع مديح من المدراء اللي عنده او كشخص ثاني مثلا بروح بيشتري هدية غالية كثير بس عشان يرضي شخص معين ويكسب مثلا حبه له اما صاحب الشخصية القوية فبيعمل كل شيء باتزان وما بشعر بحاجة انه يبذل قصارى جهده عشان يرضي الشخص او يغير وجهة نظر شخص في في شخص معين ما عجبه سلوك الشخصيه القويه فالمشكله بتكون فيه مش بالشخص القوي. اما خامس صفه بتميز فيها صاحب الشخصيه القويه انه بيعترف بالخطا تبعه، يعني ما في احلى من الاشخاص اللي بتعترف بالخطا تبعها وما بتكون متشدده على الخطا وهي عارفه انه خطا، فعلا برفع لهم القبعه، وصاحب الشخصيه القويه اذا عمل غلط معين باحد المجالات بحاول يتحمل مسؤوليه هذا الغلط وبحاول يصححه، واذا غلط بشخص معين فبحاول يعتذر من هذا الشخص وما يكرر غلطه طبعا انت بتقدر تمتلك شخصيه قويه اذا اشتغلت على حالك وطبقت المعلومات اللي ذكرتها بالفيديو وكمان راح احط لكم فيديو يساعدكم على هذا الموضوع بشكل كبير وهو فيديو رفع الثقه بالنفس راح احط لكم اياه بالاند سكرين طبعا اذا حبيتوا موضوع هذا الفيديو راح اعمل فيديو ثاني او جزء ثاني لهذا الموضوع عن الشخصيه القويه بس بدي منكم ان نوصل 150 لايك لهذا الفيديو وان شاء الله راح اعمل فيديو ثاني فيا ريت توصلوا 150 لانه فعلا حاب بالموضوع وحاب اعمل جزء ثاني عن هذا الموضوع كنت معاكم خليل يوسف وان شاء الله بنشوفكم بفيديو جديد وسلام